الطلب الذي تطلبينه مني لن أستطيع أن أنفذه لك. أرجوك يا فرناندو أرجوك، كف عن المراوغة، لا داعي لهذه الغطرسة. ماذا علي أن أفعل؟ هل أتوسل إليك؟ أقبل قدميك؟ أهذا ما تريده؟ لا، إن كان هذا ما تريد سأفعل. لا يا مريابي أرجوك. أرجوك اسمع كلامي، أرجوك أن تفعل ما تقدر عليه. أرجوك حاول جديا أن تمنع تلك المبارزة. أرجوك تراجع عن زواج ابنتك بمونتيرو، اسمح لدييغو وإزميرالدا أن يتزوجا. أرجوك أن توافق على زواجهم. أتوسل إليه. كنت أتمنى أن يكون هذا من أجل حبنا. مريابي، لم يعذبني أحد كما فعلت أنت. فعلت كل ما يمكن أن يفعله أي رجل لأفوز بك. لا يحق لك أن تطلبي مني شيئا، ورغم ذلك يمكن أن أعدك بالتفكير في الأمر. لو كان بعدك عني هو نصيبي في الحياة فأنا راضي. ماذا تقصد بالضبط؟ أقصد الألم والحزن وعذاب الحب. فعلت كل ما يمكن لرجل أن يفعله من أجل حب امرأة، ولكن بلا طائل. ما الذي تسعى إليه من وراء كلامك؟ سأنفذ طلبك. سأوافق على زواج ابنتي بابن أخيك دييغو دي لا فيتا، ولكن ليس من أجله، بل من أجلك أنت. ولكن لي شرط يا مريابية، هو أن تصبحي ملكا لي، ملكا لي وحدي أنا. أنت بخير؟ تعالي، سأساعد دييغو. تعالي هنا فورا، اليوم سأحدث أباك لكي يحدد موعد زواجنا، وإن لم أوافق. اتركيني، لا يجب أن تتركيني. توقف. تبا لك أيها الوغد، ابتعدي ولا تلمسيه. اسمعني أيها السافل، غدا في الصباح الباكر سنباشر المبارزة وسوف أقتلك. وأنت يا إزميرالدا، الليلة سأكلم أباك ليحدد موعد زواجنا. دعينا نرى ماذا ستفعلين أنت وحبيبك الأبلة. أنت جننتي بالتأكيد، ألا تدركين عاقبة تصرفاتك؟ اذهبي إلى غرفتك وأنا سأتولى أمر دييغو. ابتعدي عنه، أنا سأبقى مع دييغو فهو حبيبي. يا لك من أفعى. لقد أهنت مونتيرو، أهنت القائد العام لجيش مدينة لوس أنجلوس، كما أنك تعصين أوامر أبي. ما حدث لن يمر بسلام أبدا، ستندمين على كل ذلك. انصرفت؟ أعرف أنك كنت مضطرا لأن تمثل، ولكن ذلك الوغد أراد أن يقتلك. لماذا لم توقفه عند حدك؟ فعلت يا إزميرالدا، جعلته يضرب ذراعه بنفسه.